كوراي صدق صدق يظهر لي كنت تكهنت البارح بالنتيجه هذه، قلت 1-1 في نتيجه المباراه ومردود تحسن بالكدا بكدا على المباراه الاولى. صحيح، هو خاطر الحقيقه كنا ننتظروا كل في رده فعل ايجابيه من المنتخب، ريناها خاصه في الشوط الاولاني وقت اللي كما كنا ديما نحكيو اللياقه البدنيه نتاعنا سمحت لنا باش نسكروا الخطوط، معناها خاصه خطوط التمرير في ظل طريقة لعب تاع المنتخب المالي، معناها رغم اللي احنا كنا حاضرين في الشوط الاولاني قلقونا برشا في وسط الميدان، لكن تمكنا من الحد من خطورة المنتخب المالي، معناها وصلوا براتيكمون 3 مرات و4 مرات برك للتسديد، تسديدة برك مؤطرة ريناها كيفاش معناها البيرفورمانس تكنيك نتاعهم تسمح لهم باش يأطروا باش يسجلوا. الحقيقة حتى نحكيو في الأوف قلت لك راهو مازال الماتش، معناها نجموا نرجعوا، معناها كانت الروح تاع الفريق كانت موجودة، اللاعبين كانوا أبليكي بالهدف من الأول أحسن برشا من تقبلوا من والبارح كانت تتذكر هداش وحكينا قلت لك لاريدروا ظهير أيمن وظهير أيسر يطلعوا، دونك رينا عاشوري في الخمسه دراج الاولانيين تعدى براتيكمون 4 مرات هو والعابدي على جهه اماري تراوري اللي يطلع براتيكمون يساند ديما كل هجمه تلقاها في 18 متر نتاعنا احنا. فلاي ساكو اللي جات من جهته هو الهدف الظهير الايسر قلنا ما يلعبش بساقه اليسار حتى كي يطلع ويخسر الكوره عنده برشا وقت باش يرجع. اي سورتو حكينا على الشرنير نتاع وسط المحور نتاع الفريق المالي، قلنا راهم ثقال البارح، قلنا راهم يعملوا برشا غلط، قلنا ما نلعبولهمش كوره عاليه، نلعبولهم كوره لوطه، نحاولوا هذاك شحاول مساكني عاشوري، تعدينا بالكدا بكدا في الشوط الاولاني، ابري في الشوط الثاني معناها خلينا نقولوا المستوى البدني وايضا تغييراتهم هما اللي جات بكري خليتهم يزيدوا ياخذوا اكثر، معناها شحنه نتاع لياقه بدنيه، واحنا مره اخرى لو تغييراتنا متاخره برشا.